وللتعقيب مشاهدينا على الموضوع ينضم إلينا السيد أوس الخفاجي الأمين العام لفصيل أبو الفضل العباس المنضوي في الحشد الشعبي. مساء الخير سيد أوس. الحشد الشعبي تبرأ وقال إن أوس الخفاجي لا يمثله وكذلك الحكومة، ما هو ردكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. لتصحيح المعلومة، البيان كان صادر من الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة الأخ العبادي. الحشد الشعبي ومثلا بالحاج المهدي المهندس بالحاج هادي العامري لم يصدر منهم تصريح، بل صدر تصريح رسمي من هيئة الإعلام في هيئة الحشد الشعبي يوضح ما حصل من فهم خاطئ لما أذيع في هذه في محطتكم وفي محطات أخرى، ولم يتبرأ بهذا الأصل. نحن لا نريد أن ندخل في سجالات مع الحكومة وغيرها، نحن على أبواب معركة، نحن أمامنا معركة مصيرية لتحرير الفلوجة، لن تشغلنا هذه التصريحات من هنا وهناك. نريد أن ننقذ أهلنا في الفلوجة، نريد أن ننقذ الفلوجة ونعيدها إلى حضن الوطن. البعض يريد أن ينساق وراء هذه التصريحات التي أطلقتها بعض الفضائيات وأطلقها بعض الموسورين الذين ظنوا أن مشروعهم الطائفي أو شك على الانهيار. رأوا أن تكاثف الشعب العراقي، الجيش العراقي البطل، الشرطة الاتحادية، وزارة الداخلية وفصائلها، طيران الجو، الحشد العشائري، الحشد الشعبي، كلهم اتفقوا على تحرير الفلوجة وبذلك تحطم مشروعهم، فلجأوا إلى إثارة جوبعة هنا وهناك، لجأوا إلى اقتطاع جزء من حديث سابق حول مدينة الفلوجة، ظن منهم أنهم سيؤثرون على أثير المعركة. المعركة سائرة ولا يضرها هذا الكلام. من تقصد تحديدا سيد أوس، ومن هم الموتورون؟ وهل يعقل أن يقول إنسان إن مدينة كريمة في بلاده لا يوجد فيها شيخ ولا رجل متدين؟ بكل تأكيد إذا كان الأخ العبادي يسمع إلى مثل هذا الكلام من قناتكم أو قنوات أخرى بالتأكيد سوف يأخذ انطباع سلبي. هذا الكلام المجتزئ، قلت أن من بقي في الفلوجة، فعلا من بقي في الفلوجة إلا ما ندر، إذا تتذكر إلا ما ندر. فعلا نحن جئنا لنقاتل في الفلوجة، نرجع لها أحرارها، نرجع لها نساءها الكريمات، نرجع لها أطفالها الأيتام والمرضى الذين وثروا من قبل داعش. من بقي في داعش من يتسلم الأمر الآن في الفلوجة هم الدواعش، فعلا ليس فيهم كريم وليس فيهم إلا لئيم. قادة الدواعش الموجودين في الفلوجة يستحقون، والا ما لماذا حشدنا اكثر من 20,000 مقاتل لنقاتل في الفلوجه؟ لماذا اذا كان كل الموجودين في الفلوجه هم مسالمون؟ اذا هذا ظلم كبير نحن نظلم الفلوجه. انما قلت نزيل هذا الورم السرطاني، هل ينكر احد ان هنالك ورم سرطاني في الفلوجه منذ سنتين؟ ماذا يفعل الدواعش؟ الم يقتل الاطفال الذين يلعبون كره قدم؟ الم يضرب الاطفال الذين يلعبون لعبه محادث؟ الم يقتل الام وابنها؟ الم يقتل الابن امه؟ هذا كله ألم يحرقوا عائلة كاملة ألبسوها أثياب الحمر؟ هذا ما يحصل في الفلوجة. تمنيت أن أسمع بعض الفضائيات أن تذكر هذا الذي يحصل في الفلوجة من انتهاكات. تمنيت أن يكون بعض السياسيين أن يذكروا بعض سلبيات وجرائم داعش موجودة في الفلوجة. وتمنيت أيضا على الأخ العبادي أن يصدر شيء من الإنكار والتبرئة من السياسيين الذين يصفون الجيش العراقي البطل بأنه جيش طائفي، بأنه جيش صفوي، الذين حاولوا أن ينهكوا الجيش العراقي ويشككوا بوطنيته. تمنيت على الأخ العبادي أن يستنكر ما يحصل من سياسيين ونداءاتهم الطائفية المقيتة. تمنيت من الأخ العبادي أن يتخذ موقفا بالبراءة بما حصل في دخول المتظاهرين والانتهاكات التي حصلت والتحقيق فيها في الخضاء في الأسبوع الماضي، لكنه أن يتبرأ ويعلن أن فلان ليس في الحشد الشعبي. لا، نحن لا زلنا في منظومة الحشد الشعبي، لا زلنا في هذه المنظومة التطوعية التي فيها ربما أكثر من ثلثين هم متطوعين ولا يأخذون رواتب إلى الآن بسبب سياسة الأخ رئيس الوزراء. طيب سيد أوس، من تقصد بالموتورين مرة جديدة، رئيس الوزراء أم أحمد الأسدي؟ وأي نبرة أكثر تمثلك؟ يعني أنت تقول يجب أن نعيد الفلوجة إلى حضن الوطن، وكما أشرت في تصريح سابق لك تقول أنها ورم يجب استئصالها، ألا ترى يعني حساسية مثل هكذا تصريحات في هكذا وقت؟
بكل تأكيد كلهم يفهم العبارة حسب الإرث الذي يحمله أو حسب النظرة المسبقة. نعم نقول هنالك مرض سرطاني في الحلوج يجب استئصاله، ولا زلت أقول أو ليس الدواعش مرض سرطاني يجب استئصاله، وإلا هل يعقل أحد أن يقول أن الفلوجة هذه المدينة ذات المنائر أن تستأصل من العراق؟ هذا لا يقوله إلا مجنون، وبالتالي فإنه قد حور الكلام من أجل إثارة نعرة طائفية. من يثير النعرات الطائفية؟ لم تجب مرة ثالثة على سؤال من تقصد بالموتورين؟ يعني اليوم السيد رئيس الوزراء قال ممنوع على الحشد الشعبي أن يتكلم بأي لغة تمثل الطائفية، أما أنك تقصد السيد أحمد الأسد الذي انتقد كلامك بشكل صريح، وخصوصا بأن كلامك كان صريحا عندما تتحدث عن الفلوجة وعن الأنبار بشكل عام وتقول بأنها أصبحت بؤرة لقتل المدنيين وبأنها مصدر التفجيرات التي حدثت في مدينة الصدر، هل هذا تراجع نوعا ما سيد أوس؟ لا ليس تراجع، لكن ايضا راجع كلام الاخ احمد الاسدي الناقد الرسمي في الحشد الشعبي، انتقد كل تصريحات طائفيه تثار هنا وهناك، لم ينتقد تصريحات لي او لغيري، انما انتقد التصريحات الطائفيه. اقول مره اخرى، نعم هنالك ارهاب موجود في الفلوجه، وهل ينكر احد ان هنالك سيارات مفخخه تخرج؟ بالامس خرجت علينا ثمان عجلات مفخخه من مدينه الفلوجه، الان لم اتي بالجديد ولم اتي ببدع، لكن اريد ان اقول ايضا مره اخرى لن ترهقنا هذه التصريحات ولا هذه البيانات، انما الحشد الشعبي مشارك ومشارك فعلي في تحرير الفلوجه، الحشد الشعبي سيعيد البتمه الى اطفال الفلوجه، الحشد الشعبي اليوم يستقبل النازحين الهاربين من ذل الذي انا عندما ارى ابن الفلوجه بالاشماغ الاحمر وهو يقول تاتي باللون الدواعش باللون سنتين باللون في الفلوجه، هذا هو دور الحشد الشعبي، سيحرر هذه المدينه ويرجعها الى حضن الوطن ويعود مره اخرى الى دياره. طيب سيد أوس، يعني نحن بحاجة لتوضيح الصورة أكثر، أنت تقول أن هذه التصريحات لا تؤثر علينا، وفي ذات الوقت مكتب رئيس الوزراء يقول أنك لست موجود في الفلوجة أصلا وليس لك علاقة بالأمر، كيف ذلك؟ نعم هنالك تضارب في هذه التصريحات، قلت لك أن ربما هناك ضغوط سياسية، هذا التصريح ميثاق وراء بعض التصريحات الاعلاميه، كيف يقول ان الحشد الشعبي ليس في الفلوجه؟ هو الان يقاتل على ابواب الفلوجه. لا هو يتحدث عنك. نعم، وهل عرف من موجود من غير موجود؟ نعم هناك ضغوطات، انا اعذر للاخ العبادي، هناك ضغوطات تمارس ضده، هنالك بعض الاصوات التي تجبره على ان يسحب الحشد الشعبي من هذه المعركه. قامت قائمة الكثيرين وهم يقولون لا لدخول الحشد الشعبي في هذه المعركة. الشعبي أصر وأعلن وهو الآن موجود ضمن قطاعات القوى الأمنية، ونحن لازلنا في هذا التشكيل المبارك، تشكيل الحشد الشعبي. بما أنك سيد أوس صريح ومباشر، من يضغط اليوم على السيد حيدر العبادي تحديدا من سياسي الأنبار والفلوجة في ظل هذه الظروف الحساسة أمنيا؟ من تقصد؟ انما اقصد بعض الدول الاقليميه التي اجبرت بعض موظفي قنواتها بلبس الثياب السوداء، الذين اجبرت بعض مذيعي القنوات على ان يلبسوا الثياب السوداء حزنا على تحرير الفلوجه، بعض الدول الاقليميه وكثيرهم في بغداد السبهان وغيره الذي يحاول ان يحرس تحرير الفلوجه من مهمه وطنيه الى مهمه طائفيه. بكل تأكيد الأمريكان أيضا هناك يضغطون بشكل أو بآخر على الحكومة، ساعد الله قلب الحكومة، هي في موضع في موقف لا تحسد عليه. طيب هل معنى كلامك أنكم ستدخلون الفلوجة أم ماذا؟ إن شاء الله سنصلي سوية نحن والحشد العشائري، هذا متكتف وهذا مسبل مع شرط الاتحاد من جهة عن يميننا وجندي عراقي عن يسارنا واحد وبعض اعضاء مجلس المحلي في الفلوجه، نصلي في اكبر جامع في مدينتنا الفلوجه ذات المنائر. طيب مجلس عشائر الانبار سيد اوس يعني طالبكم بالاعتذار وراء هذه التصريحات، هل انت مستعد للاعتذار؟ والا تخشى الاثر القانوني جراء هذه التصريحات الاخيره من قبلك؟ بكل تأكيد إذا دخلنا مدينة الفلوجة لنصلي سوية سأقبل عقال كل رجل شريف ساهم في تحرير مدينة الفلوجة،
ولن أعتذر إلى أي إرهابي، ولن أعتذر إلى أي عصال ذبح تحت هذا العصال الشهيد كاظم الركابي، ولن أعتذر إلى كل إرهابي أو سياسي إرهابي سكت عن مظلومية أهل الفلوجة وتاجر بها، إنما سأعتذر إلى الأم الحرة، إلى الأم المكرومة، وأقبل رؤوس اليتامى وأعتذر لهم إذا كان كلامي قد حدثهم. السيد أوس الخفاجي الأمين العام لفصيل أبو الفضل العباس المنضوي في الحشد الشعبي، شكرا جزيلا لك.